بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم خياتي، مرحبا بكم في القناة بابيو دوغي. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة. كما راكم تشوفوا الفراشة الذهبية جاتكم بفيديو جديدة فيها دجاج محمر في المقلاة وعصير الزبيب، عصير بزاف بنين وما نحكي لكم، فيه الطاقة رائعة وما كاش كيما حاجة طبيعية. وثانيتك الفيديو تاع اليوم راح يكون متنوع بزاف، فيه افكار وتدابير على الشهريه، كيفاش نسيروها، كيفاش نفضلوا منها كل واحد والاحتياجات تاعو. تبعوا لا فيديو الاخر على بالي بلي راح تستفادوا بزاف. هنا خياتك عندي شويه قضيان، شتو هذو لي في الصاشي الحمراء، صوالح هذو لي في الصاشي الحمراء كامل كامل طاحوا 60 عرف. يا حليلنا مع هذا الغلا ويا حليل الزوالي مسكين مع هذا اسعار هذ المشتريات اللي راهم يزيدوا بين نهار وليله وراهم يزيدوا غير بالنص. ربي يجيب الخير هذا ما كان. ان شاء الله الافكار تاع اليوم ينالوا الاعجاب تاعكم. راح نبداو بسم الله وعلى بركه الله. كاين بزاف اللي سقساوني على الشهريه، حبوا يفضلوا من الشهريه ولا حبوا يرجعوا دين، وكاين اللي حبوا يشرو سياره على شلاله قطعه ارض، كاين اللي حبوا يبنيو، كاين اللي يحبوا يديروا حجه ولا عمره. كل واحد واش عنده هدف تاعو في الحياه. انا خياتي راح نشارككم بتجربتي البسيطه والافكار اللي انا نعتمد عليهم شخصيا وصراحه نجحت فيهم وخرجوا عليا بزاف. اليوم راح نذكر لكم بعض ست افكار ولا هما كاين بزاف، بصح انا راح نمد لكم اهم الاشياء. وفي الفيديوهات الجايه ان شاء الله كل يوم ندير لكم شويه هكا مقتطفات وشويه شويه الى ان الافكار تاعي نمدهم لكم كامل باذن الله. خياتي نبداو الحاجه الاولى اللي حبت. اولا الحاجه الاولى لازم كل واحده تعرف الدخل تاعها شحال، الدخل تاعها ولا الدخل تاع الزوج تاعها. ولازم الانسان ما يصرفش اكثر من ما يدخل، لازم دائما نصرفه اقل من ما ندخله. واش معناتها خياتي؟ مثلا شخص شهريه تاعو 4 ملايين، ما لازمش يصرف 4.5 ملايين ولا 4 ملايين، لا لازم الانسان هذاك يحاول على الاقل يصرف 3.5 ملايين. كي ما يقدرش مثلا يصرف 3 يصرف 3.5 ملايين، اللي شهريته 5 قادر يصرف 4. نحاولوا ما نديروش روحتينا في الضيق ولا نصرفوا اكثر من الشهريه تاعنا. كخياتي دائما لازم نتعلموا نصرفوا قل من الشهريه اللي تدخل، لازم دائما نفضلوا ولو القليل. وهذاك شويه خياتي ماشي نفضلوه، مثلا اللي تقدر تنحي 500 ألف من الشهرية تاعها ولا مليون غير تخلص ولا غير يخلص راجلها، تنحيهم في بداية الشهر وتحطهم بكوتي تعتبرهم كشغل ما كاش. هكذا خياتي باش تصرف على حساب واش بقى لها، ماشي تبدا تصرف هكذاك ومن بعد مع الاخر ما يكفي ما تكفيهاش تصرفها كامل، ولا زيد دير الدين ولا مثلا تصرف هذوك 3 ملايين، مثلا وحده تخلص 4 ملايين تصرف 3.5 ملايين، بعد زيد جبد لك 500 ألف. لا خياتي لازم نكونوا صارمين ويكون عندنا هدف ودائما نديروا الهدف بين عينينا هكا خياتي، ونمشوا دائما بخطوات ثابته ومنتظمه. الخطوه الثانيه خياتي اللي لازم نعتمدوا عليها، كي تشرو احتياجاتكم الشخصية ولا الاحتياجات الكلية تاع المنزل، سقسوا مليح على الأسعار وخيروا السوبيرات ولا المارشيات اللي يبيعوا رخيص شوية، لخاطرش الأسعار راهي تختلف من سوبيرة لخوتها ومن محل وحده أخر. لازم دايما نخيروا المحلات اللي يبيعوا رخيص ونشرو من عندهم. الحاجة الثالثة، جيبوا غير الاحتياجات الضرورية، يعني غير الأولويات، الحاجة هذيك اللي ما نحتاجوهاش ولا وين يكون الصولد كامل ما ندوروش، لخاطرش كي تصيبوا حاجة ترخاص كامل يعني كامل كانت فينا هذه طبيعة، كي نروحو نصيبو صولد هكا ولا يعجبونا حاجة نشروهم، مع القري حنا ما نحتاجوهمش، نجو للدار بالك ولا غير يظلوا محطوطين على العام ما نمسوهمش، هكا خياتي. الحاجة الرابعة، كثروا الخضر والفواكه الموسمية اللي تكون في وقتها، خاطرش هذيك اللي تكون بسومة معقولة شوية، ما نروحوش نشرو حاجة ماشي في الموسم تاعها ونشروها بسومة كبيرة، هكذا خياتي. الحاجة الخامسة، المرأة اللي تروح للمارشيات بزاف، أنا وحدة كنت نروح للمارشيات بزاف صراحة، بصح كي المرأة اللي تروح للمارشيات بزاف ماذا بها تنقص شوية، لخاطرش كي نروحو نشوفو كل يوم جديد وكل يوم راكم تعرفوا يجيو منظمات جدد، كاين ملابس نصيبو صولد ما على باليش كيفاه، نولو نشرو بلا ما نحسو، يعجبونا هذوك الصوالح نجيبوهم، على هذه لازم نقصو باش ما نكثروش بزاف، باش ما تشوف العين ما يوجع القلب. فهمتوا خياتي؟ هذا هو بالمختصر المفيد. الحاجه السادسه، ما لازمش نكونوا اماعه،
الحاجة اللي تخرج مثلا في اللباس ولا لازم نلبسوها ولا احنا اللي نكونوا الاولين نشروها. لا خياتي، لازم نخدموا مخنا شوية ونشرو غير الاحتياجات تاعنا واش نحتاجو فقط خياتي، لانه الانسان كي يولي ما يخدمش مخوي ولي يصرف بزاف راه يولي تبذير. ما قلناش ما نلبسوش لا ولا ما نقوموش بروحتينا ولا ما نشروش، لا خياتي، لكن في اطار المعقول. هذا ما كان الانسان يصرف في حدود المعقول هكا خياتي. واللي حبت تدير تاويل لازم تسعى وتتسبب وتدير العزيمة والإرادة، وما لازمش تسمع للناس السلبيين لي تهضر ما تقدريش بشهريتك، بشهرية راجلك، بهذيك القليلة ما تقدريش تشري طنوبيل، امبوسيب، حبيتي تبني، محال من سبع مستحيلات، وش بيك راهم كبار قبلك وما مقدروش يبنوا، تقدري تبني انتيا. هكذا خياتي، ما لازمش تسمعوا لهم، هادو راهم يهضروا على حسابهم، هما في مخهم راهم دايرين في بالهم بلي هما ما يقدروش، هما راهم عاجزين بحد ذاتهم، سي لوجيك حيهضروا لك على حساب الاستطاعات تاعهم، نتوما لا وعلى حساب المثل واش يقول، ان كنت تريد فانت تستطيع، دائما الاراده هي الاولى وتغلب كلش، وباذن الله كل انسان يسعى ويتسبب راح يوصل وين راح حاب. هكا خياتي لازم تكونوا اقوياء ويكون عندكم هدف، وديروا دائما الهدف تاعكم بين عينيكم، ركضوا به ونوضوا به، واللي عنده هدف يوصل باذن الله. عمره اللي دار الهدف في باله وضاع له يعني التعب تاعو ولا هذاك المجهودات اللي دارهم هباء وسودا، ابدا توصلوا خياتي، ما عليكم غير تسعوا وتتسبوا هكذا خياتي. وكاين بزاف قصص، كاين بزاف اللي قبلنا واللي سمعنا بزاف حكايات، المراه كي تعرف تسير دارها كيفاش وش دارت، اللي ما تعرفش تسير وكيفاش خرجت دائما هكذاك صحراء هكا خياتي. لازم انتوما ديروا اهداف وتبنوا طموحاتكم ودايما تسعوا وتتسبوا هكذا خياتي، وان شاء الله اليد في اليد كامل نوصلوا ورانا حابين، وكامل نحققوا الاهداف تاعنا والاحلام تاعنا، علاش لا هكذا خياتي. ونجو لهنا العصير زبيب تاعنا، نبداو الخطوه الاولى اللي راح نديرها. عندي هنايا كاس زبيب، راح نحط له الماء نغطيه ونحطه في فريشيدار ساعه يتشمخ ساعه هكا خياتي. بعد ساعة هذيك نعاود نجبدو، كي نجبدو نحطو في الروبو باش نرحيه. واش ندير له حفنة نعناع، شوية تاع النعناع، ندير له لترة تاع الماء وندير له نص كاس سكر ونحركهم مليح، يعني بالخلاط الكهربائي نخلطهم مليح حتى نحس المكونات كامل ذابو وترحاو مليح. والجو هذا بزاف بنين خياتي، بزاف بنين وصحي، بعدو على هذاك الجو الاصطناعي والمواد الاصطناعيه، ماكش خير من حاجه طبيعيه. حاولوا تخدموا كل حاجه نتوما في الدار، راح تخرج لكم اقتصاديه وغنيه بالفيتامينات هكذا خياتي. كل حاجه ما عندي ما نهضر، ما شاء الله حاجه تاع الدار دائما تجي زاكيه، تجي بنينه وتكون صحيه. والصحه خياتي هي الصحه، حنا علي من رانا نتعبوا، علي من رانا نسعاو خي على الصحه، وجربوه ما راحش تندموا عليه. ومازال ثانيتك خياتي راح ندير لكم واحد الدجاج محمر، نتمنى تجربوه وتجربوا الوصفات اللي راني نديرهم لكم، لخاطرش وصفات بزاف شابين، وممكن ما تشوفوهم حتى بلاص، ممكن ما تشوفوهمش في قنوات واحد اخرين هكا خياتي. جربوهم اكيد راح يعجبوكم. وهنا خياتي جبت زوج فخاتين تاع الدجاج اللي هم مقسومين هنايا، وعندي صافي ولاو لي ربع مرصوات، وزوج بصلات متوسطين قطعتهم مربعات صغار، وراح ندير لهم الملح فلفل اسود وليزي بيس، كل وحده تستعمل على حساب واش تحب هكذا خياتي. اللي عندها ليزي بيس تاع الدجاج المحمر تستعملها، اللي عندها راس الحانوت تستعمله، يعني ما يهمش، المهم يكونوا توابل من نوعيه الجيده. وحطيت هنايا مغرف طماطم، مغرف كبيره تاع ماكله طماطم مصبره، شوفوا النار دل حطيت المكونات هذو على نار قليله بزاف. لازم خياتي تصبروا على هذا الطبق باش يجيكم بنين، يحب الصبر لازم تصبروا عليه، نخليها على نار قليله
خليها وحوالي هكاك ساعه ولا ساعه وربع، ما تتقلقولهاش، ما راحش تتحرق كامل، سورتو كي تكون على نار قليله. لازم ناكد لكم على النار القليله. هنا بعد 20 دقيقه شوفوا عاود وليت، شوفوا كيفاش راني نحرك المكونات. صح مانيش نحرك مليح مليح، نحرك غير بالعقل باش الدجاج هذاك ما يتفتتش. اذا رو ماركيتو راني نحرك بزاف البصل والدجاج سيو غير دنوه، هذا ما كان ماشي ظلوا تقلبوا فيه. بعد 20 دقيقه كيما شفتوا هاو طلق الماء تاعو، زدت عاود وليت لعندو بعد هكاك 35 دقيقه ولا 40 هنا كانت واحد 50 دقيقه. شوفوا كيفاش هذاك البصل بدا يتكرمل وشرب ماء هذاك الجاج هذاك مع البصل، الماء هذاك اللي طلقوا بدا يعاود يشربوا كامل وبدا تنشف. هنا خياتي كي توصلوا لهذه المرحله ولوا مين ذاك كل 10 دقائق طلوه هكا باش تحركوه غير بالعقل وباش ما يتحركش وما يلصقش. هكذا البنات الوصفه هذه بزاف بنينه، ما عندي ما نهضر عليها، اللي يذوقها اني متاكده بلي ما راحش يندم، بنينه بزاف. عاود غطيتها هنايا كما راكم تشوفوا، وبعد هكاك واحد ثانيتك 10 دقائق 15 دقيقه عاود وليت وشوفوا النتيجه كيفاش بدا يتحمر الدجاج. وهنا نبدا نقلب فيه هكا خياتي، كي نشوفوا بدا يتحمر نبدا نقلب فيه. ونوصي ونعاود خياتي حب الصبر، صبروا عليه يديباسي ساعه باش يبدا هكا باش تبدا تبان النتيجه. والنار لازم 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 تكون قليله بزاف، والدجاج ما لازمش تحركه خياتي، مسوه غير بالعقل ماشي تضلوا تقلبوا فيه حتى يتفتت. هكذا هنايا كانت واحد الساعه هكاك وربع وهو على نار قليله بزاف. شوفوا هاني بديت هاو طاب وبديت نحي فيه، شوفوا كيفاش تحمر ما شاء الله. شحيتكم في الجنه ان شاء الله، وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تنال الاعجاب تاعكم. شوفوا وصفه رائعه بزاف، تقدروا تحطوها مع لي فخيت، تقدروا تحطوها مع خضره مفوره، مع تشكتشوكه، يعني تقدروا ترافقوه باي حاجه مع الرز. شوفوا هنا يا خياتي، شوفوا جا ما شاء الله راه يشهي، باين باللي طاب الله. لا شوفوا هنا راه سخون ما قدرتش نمسو، راني غير نحاول باسكو غير ما نحيتو. مي شوفوا كيفاش طاب ما شاء الله بالشن وطبع، ما عندي ما نهضر، اي صوره تعبر على نفسها. شوفوا كيفاش طاب ما شاء الله، والعصير تاع زبيب شوفوا اللون تاعو جا ما شاء الله، ذوق تاعو ثاني تيك ما شاء الله، ما عندي ما نهضر لكم. وصحي والله كي تشربوه تحسوا بواحد لينيرجي، بواحد الحيويه بزاف صحي.